فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول ابن أختي شخص أو شاب مجنون، وقد أتعبها كثيرا، وقال بعض الناس إن فيه سحرا، فهل يجوز أن يفك السحر بسحر آخر؟ لا، السحر لا يفك، السحر حرام، ولكن يمكن فكه بالرقية الشرعية وبالأدوية المباحة، أما السحر لا يجوز. نعم، لا يخلو السحر إلا ساحر، والسحر حرام، لا يجوز التداوي به، تداووا ولا تداووا بحرام، السحر أعظم الحرام. نعم.